السلام عليكم، معكم حسان وعدنا في لعبة جديدة، لعبة كافيه اونر سيموليتر وحاكي صاحب المقهى. يعني في اللعبة دي راح نمتلك مقهى بإذن الله. ليتس جو. هذا ولد البزر عزهار الظاهر يتكلم ان ابوه كان في بزنس المطاعم طول عمره، وهو كان يناظر ابوه يتعلم كيف كان ابوه شديد لكنه كان عادل. اوكي، يقول كل شيء كان ماشي تمام، وابوه جمع فلوس انه يبني فرع ثاني، ولكن ما جمع الا نصف المبلغ، والنصف الثاني قال انه بياخذه من المافيا. اوكي الله يستر. يقول كان صديق زعيم المافيا من يوم كانوا في الجامعه، كانوا اصدقاء. يقول في الاخير ابوه تسلف المال وفتح له فرع ثاني، لكن للاسف ما نجح. هذا قسم نصيب. المهم بعد ايام تعب والحين في المستشفى مرقد. حول يعني وشو؟ بعد ما رجع من المستشفى استوعب انه الفواتير عليه صارت كثيرة ولا يقدر يسددها كلها. ابوه قرر في الاخير انه خلاص يقفل البزنس ويبيعه ويتقاعد ويرتاح في حياته. وهذا انا يقرأ بشكل خايس، عمري 26 سنة قاعد نحتفل مع ابوي. ويقول في الاخير وحنا نحتفل رفع توست اللي هو نخب هذا المشروب، وعطاني ظرف، والظرف كان داخل 50,000 دولار، وقال لي الآن أحلامك حقيقية يا ابني. الله، يعني حقك أحلامك يا ولدي. أوكي، وكان مبسوط اللاعب اللي هو أنا، مبسوط أني راح أنعش وظيفة أبوي السابقة، راح أشتغل نفس شغلة. أوكي. Monday new day، يوم جديد، يوم الاثنين. أوكي، ويلكم تو كاسل ليك، هذه المنطقة أو المدينة احنا فيها. أوكي، يقول أنت مخطط تفتح فندق وموتيل. موتيل هو فندق صغير، أنا توقعته مقهى بس. أوكي، صار عندنا ريستورنت، مطعم وموتيل. ويقول يلا الله يحييك، نحن عندنا نقص أصلا، نحتاج مطاعم وكذا. هذا اللي كلمنا اسمه مايكل اللي هو الشرف أو الشريف. أوكي، هلا والله، هذا إحنا معنا 15,000. غريبة، مو قال بيعطينا 50 فواتير؟ هذه ما عندنا امازون او افازون، هذا عشان نشتري الاغراض الظاهر، حلو، نطلب الكيتشن مدري ايش. اوكي، فيدباك ماي ريستورانت، هذا مطعمي، تولز ستور، هذه كلها اشياء نشتريها الظاهر، فاكيوم مكنسه مدري ايش، والمنيو حقنا. طيب هذا مطعمنا او مقهانا، هو طار مطعم في الاخير. وش الحوسه ذي؟ وش الزبايل ذي يا حبيبي؟ مكسر رايح فيه هالمحل يا حبيبي. شلون ندخل؟ حتى الباب مقفل. يوه، تشوفون جردي؟ الله يقلعه، في جردي يا عيال، جرادي مو واحد. طيب يبغانا ندخل جوا لكنه ما ادري، الباب مقفل، خلينا نشوف الباب ورا. اوه دخلنا، الله يقلعهم. واو جرادي واجد، ورا ما يضغط حرف الاي ما يفتح. ظهرني غلطان، دخلت هنا المفروض رحت من ورا. اوكي دام. اوه اقدر اتسلق. اوه هلا والله، احنا فوق الحين. اوكي نشيل هذه الاغراض. أوكي، وانا قاعد ادخل مع شباك زي الاهبل. اوكي شلنا هذا الطريق، الحين دخلنا، يبينا نروح غرفة الكهرب ونشغل الكهرب، لكن هذا غرفة الكهرب شكلها. يا عيال وين غرفة الكهرب؟ ظهر غرفة الكهرب برا. اصبروا، لا يكون هذه هي غرفة الكهرب هذه. اي والله الظاهر انها هي. اصبر. يب، اقلع بليز، انا حاسبها جوا. وراك تخليني ادخل جوا المحل تضيعني. يلا شغلنا الكهرباء، ابشركم خربت الماكينه القديمه. يا عيال شكلها قادحه اللعبه، دام شوف الموسيقى القادحه. طيب الحين ايش يقول؟ يقول نظف كل شيء برا البيت. يلا 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 يلا. اوه كنس هذه الاشجار، هلا والله. شيل 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 يا وحش، شيل كل هذه الخرابيط، شعبوها. احلى شيء فيها انهم ما صعبوها، صح انه واجد لكن حرف الاي بس وخلاص قضينا. يقول لك الزبالة الله يعزكم امتلت. ايش عنده ذا؟ اوه شوف الغزال بعد، ما ادري وش ذا. طيب الزبالة عندي مفل، فيقول جيب garbage collection، وينه؟ ماي ريستورانت هذا، واجيب garbage collection، وينه؟ هذا ادفع 50 دولار ويجي واحد يشيل الزبالة الله يعزكم. طيب ممكن تجي وتنقلع يا من فاضيلك، انقلع. اقدر اشيل الحين. اوكي جاء ظاهر وفضالي الزباين الله يعزكم. ايه كويس والله، عندي جرذان واجف، عندي 3 جرذان و0 صراصير. يقلعكم يا شيخ. وش ذا كله يا ابوي؟ تنقلع يا مريض. شوفوا باقي لنا 18 زباله الظاهر ننظفها.
عشان نخلص المهمة الظاهر. وش ذا الحلو ذا؟ تعال والله ما سوي لك شيء، تعال والله انت اللي تسوي لي شيء، مو انا اللي اسوي لك. وجاء شوف الزبالة قاعد يطلع فيها زي خط كذا، ظل قاعدين ينظفون الزبالة الحين او يشيلونها عني، يفضونها يعني، لاني طلبتهم مرة ثانية. اوكي صفرت، حلو. لا ترقى يا شيخ بالغلط. فتح لي المستودع. هذه ثلاجة الظاهر. يبغاني اطلب هذا النت، وينه؟ افازون، لا مو من هنا، مو من هنا، تعال. تولز، وعطنا النت هذا. هذا نصيد فيه الجرذان. ايوه هذه هي، تعالوا. ورع قلع بليسه. مسكنه واحد؟ لا والله ما مسكنه. واكفوا تكفون تكفون، تخرب بليسكم. مسكنه اثنين، مسكناهم كلهم. اوكي كويس، خلصنا المهمه. حلو 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 حلو. طيب وش نسوي الحين؟ اوكي يقول صلح الحين كل شيء كان مكسر. اوكي صلح ذا. اوكي ركبنا قزازه جديده، هذه تمام، هذه برضو نركب واحده هنا. حلو حلو حلو، صلحناه. اوكي كذا غيرنا كل القزاز الظاهر. وش باقي؟ باقي الباب الظاهر او فاوند، والله ما ادري. خلصنا. يقول شيك على الفاونديشن، اتوقع فوق نشيك على السقف نفسه. وشو كل شيء تمام. الله لازم نصلحه كذا، ننظفه. اوكي تعال عطنا سقف جديد يا وحش. يا عيني يا عيني يا عيني. دن اخر واحده، دن. وش باقي؟ ما بقى شيء الظاهر. طيب خلينا نشوف الحين الفاونديشن بلوكس هذه. لا هذه. طيب ننظف هذول. نعدل هذول. تستهبل حتى هذول. شوف كيف خربانات هذول، الخربانات لازم نعدلهم كلهم. يقرب بمشوار. اوكي اخر ثنتين يا عيال، اخر واحده دن. غيرنا الحين كل شيء. وش تبغى الحين؟ paint the walls or put wallpaper on them. طيب يعني نغير البوية الداخلية. اوكي شلون؟ اوكي من هنا نشتري. عطنا wallpapers. خلنا نحط هذا رايق. لا ليش كذا غامق مرة؟ ما ابغى ذا، هذا غامق مرة، توقعت افتح صراحة. طيب هو بيكون مطعم صح؟ طيب وين البينت؟ هذا الطلاء. شو نحط لون؟ خلينا نحط سماوي، لا ما ينفع. اصفر لا خايس. ازرق ما ادري شو احط لون، نحط ابيض بس. خلينا نشوف. اوكي احس ابيض ينفع، ابيض ولا ينفع ابيض، ينفع ينفع ابيض كبدايه ينفع. طيب هل لازم كلها نغيرها؟ يخرب بيته والله، بيضة 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 بيضة. طيب هذول ما ودي اغيرهم نفس اللون اللي على الجزران ذي، فما ادري وش نسوي. نخليها ازرق، ازرق اتوقع بيطلع حلو. ما ادري، خلينا نجرب شرانا، يمكن يطلع لحجي شوي بس نشوف. يعني كذا حلو، بس السقف والارضية لازم نغيرها عشان يعني شكلها طالع خايس الحين، بس ان شاء الله لما نغير بيطلع حلو. الله يستر يا عيال. طيب يقول روح المنيو وحط خمس اشياء على الاقل. ايه في المنيو نفسه نضيف خمس ايتمات على الاقل. خلينا نحط هذا البيتزا، خلينا نحط البيتزا كلها بس الحين، يعني نحطها كلها بيتزا ولا ايه؟ خلينا نخليها بس مطعم بيتزا، والله ما ودي افتح اكثر من دش ويكون مواد صعبه. هذه البيتزا شوف ايش تبغى، كلها تبغى الفرن وما ادري وشو، والله كلهم يبغون نفس الطلبات صدقون. شوفوا الفرن وثلاجه وطاوله، خلينا نطلبها هذه بس. طيب وبعدين اوكي يبغى الحين نطلب الايتمات اللي نقصتنا. هذا يبغى ايش؟ طماط وجبن عجينه وما ادري وشو، والله اني ما ادري. عطنا، والله اني اجيبه بس يا رجال. تعال تجمد اللاعب. قفل الغرفه، تجمدنا يا. وين المنيو حقنا؟ اوكي طلبنا هذه كلها باقي اللحم هذا.
يب باقي اللحم واحد من انواع اللحم زي زي ما ادري شلون زي التركي ما ادري وشو وينه هذا. اوه هذه الاغراض اللي طلبناها تستهبل ما اقدر اشيلها كلها. يلا يلا طيب بسم الله نحطها في الثلاجة. اي اي وين راحت اختفت؟ او راحت يسار هنا. اوكي طيب خلينا نجيب الباقيات. اوكي هذا اخر صندوق. طيب قفل الباب ليطلع البرد. الحين يقول حط كاش ريجستر يعني كاشير. بس وين نخلي مكانه؟ يعني اذا هنا المطبخ بيكون في الزاوية هذه. خلينا نشوف الكاش ريجستر اول شيء. اوه كان يمدينا احط جدران كذا قهر لتني تاري. طيب الكاش بوكس هذا صح؟ هي ورا كذا كان في فتحات ايس كريم. هذا شبي هذا شبي الله يقلع جردي جاي يا عيال بتجلطني ممدانه بسم الله. خلينا نحط مكانه نحطه كذا. اوكي عند الجدار ذا او نحطه كذا في الزاويه. لا نحطه كذا ولا تدرون نحطه كذا كذا حلو وخر انت. اوكي هنا نحط طاوله المطبخ وكذا خلاص نقفله من هنا يعني هذا ما يكون في شيء. الحين نبغى نحط كيتشن نبي ذا الشيء كذا نقفل في هذا نحطه هنا يصير يطبخ هنا قدامهم ويقطع قدامهم. اوكي الله يستر يا عيال مدينا نشيلها بعدين الظاهر مدينا نغير مكانها بعدين. اوكي طبعا يحتاج كهرب ما علينا. نبغى الحين الفرن او ثلاجه بعد. اوكي فالثلاجه خلينا نحطها هنا نحطها في الزاويه كذا. يب كان ودي احطها جوا والله. يب يب نحطها وخر عن راسي يا ورع حطها هنا. يا ابوي انقلع جاي يطر ذا انقلع فضيلك حنا ما تونا فاتحين ما فتحنا المحل. اصبر لين جينا زباين قاعد يا عمري عليك يا قلبي عليك اصبر خلنا يجينا زباين وابشر لكن مو بالحين تكفى. طيب نبغى نحط فتحات كهرب هذه سوكيتس الظاهر. نحط واحده عند الثلاجه هنا نحط واحده هنا حاليا نحط ثنتين هذه بس. يب ونقول عطنا نحط الالكتريسيتي هنا مع هذا. اوكي يا شكله خايس. اصبر اصبر هل يمديني احط السوكت هذا تحت في الارض؟ طب هل يمديني احطه عليه؟ يقلع ابو الخياس مكانه خايس يا عيال شوفوا كيف صاير مكانه مره خايس. حطه في السقف طيب يرحم لي والديك تكفى خايس. طيب على كذا على كذا تعال تعال شيل انت تعال خليك هنا. اوكي كذا تمام. مو بعاجبني مره صراحه مكان هذا هذا مو بعاجبني مكانه تو كان احلى يا اخي. يلا يقلع الفيش البثر قاهرني يا عيال مر. ايش هذا؟ لا تكفى لا لا تكفى لا انتوا ايش؟ ايش فطهم ايش فطهم الله يقلعهم. وش الخياس ذا؟ فجأة طلعوا لي صراصير احنا لسه ما بدينا نطبخ يا عيال. طيب يبغانا الحين نحط الكيتشن هود هذا وشو ما ادري ضار هذا فنت. طب يبغون سينك صح مغسلة خلينا نحط المغسلة هنا جنب الباب. اوكي ويبغى هود كيتشن هود وش ذا؟ الظاهر هذا صح؟ هذا الهود الظاهر. الله يستر نحطه فوق هنا. اوكي ان شاء الله انه يطلع هو والله يستر. بنحتاج احنا على العموم نبغى نسوي طاولات لهذول للزباين. تعال عطنا طاولات كذا بسيط. اوه 750 والله غويلي ذي بس هذه حلوة رايقة تصدقون تنفع المطعم كذا ايطالي. خلينا نحطها هناك. هنا هنا تكون أول الطاولات. عطنا واحدة ثانية. إن شاء الله يقدرون يمرون بس. حطها هنا. يب. أوكي. حلو. Hire a worker at the kitchen and install two lamps. طيب نبغى الحين موظف. من وين نجيب لك موظف يا حلوين؟ طيب عطنا لمبات قبل ما نجيب الموظف. هذه وش وضعها؟ أوه هاي تنفع للمطبخ. بس ما نبيها على السقف نبيها على الجدار. عطنا شيء اوه هذه حلوات بعد. ابي زي هذه بس مو بنفسجيه الله يقلعكم. طيب عطنا هذه حلوه تنفع مطبخ. حط واحده هنا واحده هنا واحده هنا. ما اقدر نعدي الجهه الثانيه. اوكي وش ذا الضيق يا عيال ما نقدر نعدي. وش ذا؟ لا 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 ما ينفع.
اوكي عطنا لمبه نحطها عندهم. اوكي كذا صار هنا. وش اللمبه المايله؟ تعال تعال. اوكي هذول عندهم لمبتهم، هذوليك عندهم لمبتهم. اوكي اوكي الى الان بس نبغى نوظف واحد عند المطبخ هنا. هاير وركر. طيب نجيب بيست وركر. هذه كم تاخذ؟ 6 دولار 5 4. اوكي والله هذه كويسه مره، بس عيب الوحيد التواصل معها خايس. 3 لكن مو مشكله بجيبها. 8 دولار تاخذ بس نجيبها. انستال تو بايو تويلت اوتسايد. ايش يسوي ذا؟ اها بدينا قاعد يرقص عشان اخي انقل يا شيخ. طيب نبي الحين ايش عندنا؟ فواتير ما سددناها. طيب نبغى الحين نحط على عزكم دورات مياه خارجيه. اوه بس اقدر ابني هنا؟ لا يا اخي هنا مكان جلسات حرام. يا ليل نقل عبو الخياس. اوكي يمكنها مؤقته، بس يمكنها مؤقته. حط واحده هنا. تعال تعال انت وراك مايل. اوكي حطينا ثنتين تمشي الحل. اوبن ذر يا اخوي ايش تبي؟ يا حول يلا يلا خذ 15 دولار وانقل الله يستر عليك. طيب ليش هذه ما فيها كهرب؟ حط هذه بكهرب لا ساعة يشتغل. اسمع يتشتش انا يا عيال، اضاءة مرة قوية. طلعت المين منيو. لا تكفى لا تكفى يكون حفظ تكفى حفظ تكفى يا عيال. ما شاورني ما شاورني يا عيال، ما قال متأكد. تمزح. الله يقلع الله يقلع، ما سوى سيف الحمار. الله يقلعه. اوكي عدنا عدنا غيرت شوي دامي عدت يعني، قلت خلني اضبط يا ليل الجو صار اصير الله يقلعهم. طيب ما علينا، خلني اوريكم الاشياء اللي عدلتها. جهز المكنسة. شوفوا شوفوا بالله عليكم كيف خليت الجدران، احس صارت احلى بواجد من قبل شوي. حطيت سقف بني غامق والجدران هذه خليتها ابيض. الجلسات خليتها زي ما هي، غيرتها بس غيرت النوع الطاولة نفسها ما عجبني هذاك وخليته زي كذا يعني. الأرضية ما غيرتها الله يقلعكم يا الصراصير. المطبخ عدلته، خليت الكاشير هنا واللي قطع هنا، أحس أحلى بواجد من قبل شوي. قبل شوي ما عجبني إن هذا كان كذا على الناس، الناس يشوفونك يعني، ما عجبني مرة، خليته كذا أحلى. طيب خلينا نشوف حل مع ذل الصراصير الله يقلعهم. وترى ما أقدر أسوي سيف إلى الآن ما أدري ليش. الحين بنفتح المطعم ونخدم 20 شخص، إلى الآن ما أقدر أسوي سيف الله يقلع أبو الغير. ما شيء غريب صراحة، لكن ما علينا. نقول بسم الله. أوبن يا حبيبي. هل أنا أشتغل أساعدك يا طيب ولا ما يحتاج؟ لا كم لازم موظف؟ يهو فتحنا المطعم يا شباب يا حلوين، نبي زباين تكفون. أي أحد يجي؟ فتحنا المطعم يا عيال. أوه جانا زبون. هلا والله هلا بالزين. نيو أوردر. أيوه طالب بيتزا بيبروني. اوكي شلون ناخذ؟ طيب هل اجي هنا واقول عطني بيبروني كذا؟ الا والله اوردرز ان بروجرس واحد. حياك الله نورت ابو المحل. تفضل استريح استريح. لا اي اشوى جلس زين يا عيني عليك. اي تعالوا تكفون. جا 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 واحد جا واحد يا حيال. هلا بالزين الله عيا. اسمعوا اسمعوا عندي فكره. ما اقدر اصلح الا لما اقفل المحل. قهر كان ودي في شيء كنت بضيفه في المحل بس مو الحين خلاص لما نخلص ال 20 دول. هذا هو الاكل، هذا هو جهز. شوفون تيك اوكي بس رايس واحد بس. انا اسف والله توقعت بيعطينا اكثر. جعله بالعافيه على قلبك. هلا والله انا بالزين. شو يبغى؟ بيتزا كاون مدري ايش بيتزا كونتري. اوكي عطني بيتزا كونتري. جعله بالعافيه على قلبك واسترح طال عمرك. استرح استرح يا قلبي استرح، واضح انك كاش. لا بس طيحني اضيق راح. شو اخبارك يا ديمان؟ كيف البزنس معك؟ في واحد جاي. جاء الطرار. طرار ذي المره ما اعطيته فلوس الله يستر منه. ابو انقلع. شت 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 انا اوريك. يلا يلا صحنك يا اخوي يا معضل انت خاص بالعافيه عليك. هذا ايش يبغى؟ ليه مشى؟ ليه مشى؟ سر ليش مشيت؟ كله منك الله يقلعك انقلع. اوه يقول بك اوكي هدد الكلب يقول بكسر قزازك وبخرب المحل الله يقلعه.
راح يقلع التيس يهدد الحمار ينقل ينقل ريستر عليك خذ 15 ينقل اعطاني فلوس وبخشيش الظاهر لا اعطاني فلوس بس جعله بالعافيه هذاك ليش مش الكلب الله يقلع عليه مشى شكله الرجال تو وزعجه في ماسك وغلوفز يقلع بالفله ارحب اهلا 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 سيدي اهلا سيدي ابد خذ راحتك تم اختار لين بكره بيبروني يبغى يلا عطنا بيبروني يا وحش يلا استرح الله يعافيك ديم التاتو يا يلا يلا ان شاء الله بس ايش هذه الرصاخه اوه تعال عطنا الموب نمسح فيه اخرب بيته وش الغبار ذا بسم الله ها وراك تلمسه باصبعك شو ورا شو قاعد تاكل انت لا يا حبيبي مو كذا اكلون بيتزا لا قاعد ينغزها يا عيال هذا رجع مره ثانيه ايش تبي ايش تبي بروني يبغى اوكي نعطيه بروني هذا يزال يعني لحتاج نطلب حق البيبروني شكلهم بيطلبونه واجد تعال تعال عطنا بيبروني من هنا تفضل تفضل طال عمرك تفضل ايش تبغى ايش تبي تاكل كونتري ابشر ما يطلبون لك كونتري بيبروني ايش سالفتهم ذول يا عمري 18 دولار يا زينك يا شيخ هذا طالب بيبروني من متى ذا والله اني ناسيك معليش جاهز اكلك من زمان تعال تعال اوه هلا والله هذا الكونتري جهز يعين عليك جت بنتي عيال ابشركم جت زبونه لاول مره اول زبونه تجينا الثلاجه مو بعجبني مكانها مايل ودي اعدلها يا عيال تستهبلون بعذرهم يمشون طلع ناقص عندي بالمنيو ناقص الطماط والكاتشب الله يقلعهم بعذرهم يمشون جالسين ما حد يقعد ها سامي بوي ايش بغيت تشيز اخيرا واحد طلب تشيز بالعافيه على قلبك يا عيال طلع مخلص البصل الله يقلع بالغباء البصل هو اللي مخلص الله يقلعه اي جت طلبيه من السماء نعم يقول ما في طاولات فاضيه في المطعم تستهبل تبون تجلسون لحالكم يعني معقوله يا عيال جت وقالت ما في مكان نجلس فيه طب اسمع اسمع قفل قفل المحل تعال اطلع بسرعه اطلع برا انت يا يلا يلا نبغى نعدل شيء يا عيال نبي نعدل الطاولات ما ينفع كذا كم زبون مشى بسبب انه ما في طاولات قاعدين نخسر احنا ما قاعدين نكسب ايش في يلا يلا اطلع بسرعه انا بكنس لين تطلعين يلا لا تستهبلين ما انا قادر افتح التابلت بسبتها قاعده جوا الحمام بعد برا برا طيب بسم الله اول شيء نبغى البارز ما يفتح اوكي نبي طاولات زي الناس تنفع يا شيخ مو دي الكبار وين الطاولات عطنا فرنتشر عطنا طاولات صغيره حقت نفر نفرين ما فيه في هذه فلاور ستاند لا ما ينفع ما ينفع ما ينفع عطنا هذه حقت ويلكم هذه نحطها عند الباب اي لعل وعسى يخف الغبار الله يقلعهم وصخ ابو محلي نقدر نحط ساعه هنا اوكي نحط له ساعه قدامه كذا ابي الطاولات العاديه بس ما في الا هذا الظهر اصغر شيء موجود هذول عطنا عطنا هذول ابو 600 اوكي نبغى الطاولات هذه وينها في طاولات حلوه مره شفتها اكستيرير هذه طاولات خارجيه يا عيال قادحه بتصير حطها مثلا هنا دام اوكي تعال وعطنا هذا القزاز بينهم يعني قال لك يعني عرفت اللي كذا يفصل بينهم يعني 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 نقدر نعبيها كلها جلسات خارجيه يا عيال تعال عطنا هذه تكون هنا لا هذه عند دوره المياه ما ينفع نحطها هنا اوكي هذه نحطها عند الشبك هذا عند الطبيعه اوكي اوكي اوه حط لهم مظله بعد حلو حطها بينهم هنا يا عيني وهذه حطها هنا بينهم يا قلبي هذا خلهم بدون مظله يستاهلون تعال هذا نحطه برا هنا عشان المنيو يعرفون ايش فيه اكل اليوم اوكي كتبت توداي سبيشال كونتري بيتزا هو الكونتري بيتزا ظهر عندنا في المنيو ولا اسمه بيتزا كونتري ايوه هذا حطيناه الحين سبيشال هذا السبيشال حق اليوم يعني اللي يجي يبغى يطلبها حيا الله هذه اللبات نقدر نحطها بس احس ما في يعني ظلام في اللعبه
أوه خلصت فلوسي يا عيال، خلصت فلوسي. هذه الجلسات اللي سويناها برا قاتحة. تعال تعال افتح المحل، ما عندي فلوس يا عيال، ما عاد عندي فلوس. آسف ما توقعت اني بطفر كذا. أوه صارت رايقة الجلسات اللي برا الزبدة. كان ودي أضيف جوا طاولات هنا وحط لها سجاد كذا، سجاد وحط لوح هنا، بس الفلوس زي ما انتم شايفين يعني. تفضلوا الله حيهم، فتحنا من جديد، نبغى فلوسكم. ويلكم ويلكم، لا تنسى تقرا السبيشل حق اليوم كونتري بيتزا، تفضل تفضل ننصح بها. هلا والله سمع بوي مارغريتا، قلنا لك كونتري بس يلا مو مشكله، جعله بالعافيه. هذه الطاوله بشيلها ما عجبتني، اوه ما اقدر اشيلها عشان بدينا المحل. هذا ودي احطها هنا عند الشباك ذا والقزاز ذا، خليها في الجهه هذه، هذه الطاوله الخايسه. اما هنا خلي بس الطاولتين الفخمه على اساس فخمه. شو وين جلس الديفان؟ جلس برا. يا زين امك، ابشر جاك، جتك المارغريتا بس حطينا فيها ببروني بالغلط. بالعافيه عليك، جعله بالعافيه. المهم راح نوقف هنا، ايش رايكم استمتعتوا؟ لا تنسوا تشتركوا في القناه وحطوا لايك لكم مقطع. سلام.